هيئة دبي للمعرفة والتنمية البشرية أطلقت جائزة المدرسة الصحية والسعيدة. هذه الجائزة تهدف إلى تكريم المدارس التي تعمل من أجل خلق بيئة صحية لتلامذتها. وقد أرسلت المدارس في الإمارة فيديوهات عن أنشطتها في هذا المجال من أجل المشاركة. وتنقسم الجوائز إلى ثلاثة أصناف، وهي جائزة المدرسة الصحية والسعيدة، جائزة نجم المجتمع، وجائزة المدرسة الأكثر ابتكاراً في تكريس برامج للصحة وللعافية. أما عن الغاية البعيدة لهذه الجوائز فهي زيادة نشر الوعي على أوسع نطاق لأهمية العيش الصحي منذ الصغر. لجنة تحكيم دولية ستتولى النظر في الفيديوهات التي قدمتها المدارس، ليقع الإعلان عن الأسماء الفائزة في 23 من شهر مايو الحالي.